صباح الورد يا عمري، مين هذا الشخص اللي يتصل على ضيوفك قبل الحلقة؟ واحد معفن بصديد. خفيف داي رايح ثانك يو لطيفة، مسوي نفسه كلش داق على فرح وعقيل، وهم توهم داشين الاستديو. حتى عقيل وراني، قال شوفي شو يداق علي. يعني انا بسأل سؤال، يعني انت يا الخايس، بسأل سؤال، انت في حد يدق على ضيوفك لما انت تجيبهم؟ ايش حق ترزز؟ يعني انا لا، انا حبيب الكل يا معود، خليك بعيد ميلادك بس، من غير ما نتكلم، خليك بعيد ميلادك اللي شو اسمه اللي تسويه مرتين بالسنة عشان تطلع عالية حبيبتي، ثانك يو، عشان تطلع هدايا، غير هدايا تموت في سحلجك. والله أنا عيد ميلادي والله ما أسوي حفلة في واحد، والله بذمتكم من حالات عيد الميلاد. أول شيء في حد يفرح إنه كبر سنة؟ بس السؤال، والله من الغباء إن أنت تجيب كيكة وتجيب ناس وهي وما شنو عشان أنت كبرت سنة، قل من عمرك سنة، شنو وناسة؟ نفسي أفهم. صباح الورد، ما في أحد يرفع ضغطي، يعني أنا أرفع ضغط ديرة، صدقكم أنتو؟